السلام عليكم ومرحبا بكم. وكيف ديما عندنا وصفه جديده. حنا اليوم متواجدين في مطبخ ام عمران اللي غتقدم لينا المسمن معمر بالكبده ديال الدجاج والخضره، واللي المقادير ديالها على الشكل التالي: عندنا رابعة ديال القمح، كيلو لاروم ديال الفورس، ومعاه شويه الملحه. هذا بالنسبه للعجينه. اما بالنسبه للمقادير فهي كالتالي: عندنا الكبده ديال الدجاج، معاها الفلفله مقطعه طرونشيات، الفلفله على حسب، تقدر جوج، تقدر تكون جوج، تقدر تكون ثلاثه. عندنا البصله وخيزو معاهم زيتون مقطع. اما بالنسبه للتوابل فحنا عندنا الكركم اللي هو الخرقوم عرق بطبيعه الحال، عندنا الكمون، سكينجبير، الملحه، البزار. ونبداو على بركة الله نخدمو. فلفلة مقطعة طروف الحاف، الكبدة ديال الدجاج، معلقة ديال سكينجبير، معلقة ديال الكمون، قبصة الملحة، وربع مقطع، واخيرا الزيتون مقطع. هاي الحشوه ديالنا كيف ما كتشوفوا، الريحه بنينه. غادي نعمرو الكويره الاولى بالحشوه ديال الدجاج وخيزو. والكويره الثانيه حتى هي كيف ما كتشوفوا. كيف ما قلت لكم ام عمران راها بروفيسيونيل في المسمن، الحرشه، البغرير، في كل الفطائر. وهانتوما شفتوا الطريقه، وغادي نتبعوا هكا حتى نكملوا الكويرات كلهم ان شاء الله. ها هو الشكل ديالي النهائي ديال المسمن الدولي ديال ام عمران. كنتمنى يكونوا في الاعجاب ديالكم، بالصحه والراحه، وما تنساوش اخوان لايك وابوني. والان الشكل النهائي لوصفتنا اليوم اللي استضفتنا ام عمران في المطبخ ديالها، وكنشكروها بزاف على هذا المسمنات ديال الكبدة، الدجاج والخضار، وليكاب كيك من عند أم ريال.
كنتمنى وصفتنا تكون خفيفة وظريفة على قلوبكم، وكيف ديما ما تنساوش ابوني ولايك، وإلى الملتقى.